أعزائي طلبة وطلبات الصف الأول إعدادي منهج هالو بلس 1، معكم مستر مهد فوزي، والنهاردة ميعادنا مع الوحدة الخامسة يونت 5 والأخيرة طبعا معانا فين في الفيرست ترم الترم الأول. وطبعا بعد ما نشرح إيه الكي فوكابلري في الليسن 1 والليسن 2 ونحل الإكسرسايزز عليها، هنروح مع بعضينا على الشرح الجرامر ستادي القواعد، وبعد ما نفهمها هنحل طبعا كل الإكسرسايزز الموجودة معانا، وبعد كده هنحل التيست الموجودة على ليسن 1 وليسن 2. طبعا يونت 5 بتتكلم على feeling well. تعال نشوف مع بعضين كده الكلمات اللي موجودة معانا على listen 1 و listen 2. اول حاجة طبعا هنا pharmacist اللي هو طبيب صيدلي، بعد كده عندنا pharmacy، pharmacy يعني صيدلية، appointment يعني موعد، medicine يعني دواء او طب، headache يعني صداع، stomach ache اللي هو stomach ache اللي هو ألم في المعدة، inspiring يعني ملهم، diagnose يعني شخص، injury إصابة أو مرض أو جرح، fever يعني حمى، painful يعني مؤلم، pain ألم، cold يعني هنا نزلت برد، cancer اللي هو مرض السرطان، challenge هنا يعني تحدي، professional يعني إيه محترف. نحل مع بعضنا كام جملة كده اللي بيبقوا موجودين معانا. طبعا في أول حاجة أهو بيقول في السؤال الأول choose أهو number one، بيقول لي she bought some medicine from the، اشترت بعض الأدوية من إيه، هنا بيكر اللي هو فرن العيش، الخبز، pharmacy صيدلية، workshop يعني ورشة، library يعني مكتبة، طبعا هنا إيه pharmacy. نيجي بقى number two، بيقول لك I have to make a او ان before going to the doctor، لازم قبل ما يروح للدكتور لازم يعمل حاجة هنا، promise يعني وعد، joke يعني نكتة، appointment هنا يعني ميعاد، mistake يعني خطأ، طبعا لازم يعمل ايه هنا an appointment يعني ايه موعد. في number three هنا بيقول لك she has a very high temperature، درجة الحرارة بتاعتها عالية جدا، يبقى هل هي عندها game ولا fever حمى ولا toy ولا present، طبعا هنا ايه fever. في نمبر 4 هنا بيقول لك doctors here illness as cancer، عايز يقول لك ان الاطباء هنا ايه diagnose يعني شخصوا المرض بتاعها ان هي عندها كانسر، لكن offer هنا يعني عرض، وديليت هنا يعني يمسح، وتشيك هنا يفحص. نيجي بقى السؤال اللي بعد كده او الجزء اللي بعد كده، طبعا الكي فوكابري اول حاجه طبعا برضو على listen 1، will هنا يعني بصحه جيده، neighbor، gore، cleaning هنا مهام التنظيف، advice يعني نصيحه، بعد كده remember يعني يتذكر، actually في الواقع في الحقيقه، news يعني اخبار، recipe يعني وصفه طهي، illness يعني مرض، anywhere يعني في اي مكان، cooking اللي هو الطهي، hospital يعني ايه مستشفى، face هنا يعني واجه، positive يعني ايجابي، disease يعني مرض، medical help رعايه طبيه، visualizing يعني تصور او تخيل، symbol يعني رمز او علامه، inspire يلهم او يشجع، life changes تغيرات الحياه، incredible هنا هائل او رائع، devastate هنا يعني هنا يدمر او يخرب، determined هنا مصمم او عاقد العزم، recovery يعني تعافي او شفاء، tournament بطوله، بعد كده academic يعني هنا جامعي او ايه او اكاديمي، جامعي او اكاديمي. الافعال بقى اللي هي الريجولر فيربس، عندنا فايت، فوت، فوت، بعد كده عندنا بريك، كسر، بروك، بروكن، جيف اب، جيف اب، جيفن اب، بعد كده اوفركم، اوفركيم، اوفركم، بعد كده نكمل مع بعضين الكوليكيشنز. اول حاجه طبعا معانا هنا اهو هاف ا بروكن ارم، لديه صراع مكسوره، هاف ا بروكن ليج، لديه ساق مكسوره، have a cold and a bird، have a headache and صداع، have a rest ياخذ راحه، have a stomach ache اللي هو طبعا يعاني من الالم في المعده، have a fever عنده ايه حمى. بعد كده make an appointment يعني هنا يحجز موعد، make meals يقدم وجبات ويقوم بعمل وجبات، do the shopping هنا يتسوق، do the cooking هنا يطبخ، take some medicine يتناول بعض الدواء، get rest هنا يستريح، give advice يعطي نصيحة. نكمل مع بعضينا باقي بقى السينونيمز وايه والانتينومز. اول حاجة طبعا معانا هو جزء السينونيمز، بيقول لي هنا ايه painful يعني ايه يعني hurtful، طب incredible مذهل معناها amazing مدهش، طب international عالمي معناها global، طب will معافى او بصحة جيدة معناها fit او healthy، طب painful هنا بين اللي هو ليه انتنمز او الاوبزيت،
يبقى painful مؤلم، هنا painless. incredible هنا مذهل، عكسها boring ممل. international عالمي، عكسها national أو local. طب well هنا معافى أو بصحة جيدة، عكسها unfit أو unhealthy. وبعد كده نروح على الجزء اللي بعد كده على طول، هو السفكس والبرفكس. عندنا appointment ميعاد أو موعد، recovery تعافي أو شفاء. طبعا ده هنحول الفعل لاسم، وفيجوالايز هنا تصور او تخيل، ده هنحول الصفة الى ايه؟ فيرب. طب وبينفول هنا مؤلم، هنحول الاسم لايه؟ للصفة. بعد كده نروح على الجزء بتاع طبعا الاكسرسايز. هو بيقول ذا سينونيم اوف ذا وورد بينفول، معنى كلمة بينفول هنا ان هو مؤلم. طيب هنا يعني ايه؟ هنا اللي هو ايه؟ هيرتفول. هيرتفول هنا اللي هو ايه؟ هنا مؤلم برضو، لان فريند لودود، كرول قاسي، بلس يعني هنا بدون الم. نيجي بقى بنمبر 2، بيقول لك ذا وورد فيت. هنا فيت هنا هاز ذا سيم مينينج زي كلمه مين برضو هنا اللي هو ويل. ويل يعني بصحه جيده. انجر غضبان، بلس يعني عنده ما عندوش الم، ان هيلث غير صحي. في نمبر 3 انا بقول لك از ذا سينم اوف ذا وورد انكريدبل، معنى كلمه انكريدبل معناها طبعا هنا اميزنج، اميزنج يعني مدهش. اما في نمبر 4 هنا بيقول لك وي اد ذا سفكس تو فورم ذا ناون اوف ذا فيرب appoint، طبعا هنا appoint ايه؟ منت اللي هو ايه؟ موعد. في نمبر 5 هنا بيقول لك ذا انتنم اوف ذا وورد انترناشونال از، يعني معنى كلمه انترناشونال هنا معناها ايه؟ طبعا هي معناها جلوبال اللي هو عالمي. يبقى انا عكسها هنا ايه اللي هي اللوكال. لوكال يعني ايه؟ هنا محل هنا، لانه هو عايز الانتنم منها. اما بعد كده على طول هتلاقي في الجنرال نوس جاب لنا كلمه ويل ويل، لكن ويل الاولانيه دي معناها هنا بصحه جيده. I'm feeling well، يعني انا اشعر بصحه ايه؟ جيده. هنا هنا تستخدم برضو كظرف هنا، زي لما اقول لك he speaks well، يعني هو بيتكلم انجلش مثلا well بطريقه ايه؟ جيده. طب هنا ويل برضو تنفع هنا ايه؟ يعني بئر، يعني اقول لك people dig wells. طيب هنا ويل دي قال لك ويل بلس انفينيتيف معناها سوف تستخدم طبعا للفيوتشر المستقبل. يقول لك ايه؟ نورا ويل كم، يعني هتيجي. طب ويل هنا بمعنى وصيه، اقول لك ماي جراند بار روت ويل، يعني كتب هنا ايه؟ وصيه. بعد كده overcome هنا يعني تغلب على، و come over. overcome هنا كفيرب معناها يتغلب على، يقول لك she can overcome her own problems، هي تقدر تتغلب على مشاكلها. لكن هنا come over هنا معناها طبعا يأتي إلى مكان، زي لما أقول لك when you come over to my house، متى تأتي هنا إيه؟ أو لما تيجي هنا المنزل بتاعي I'll show you، هوريك your أو my new computer. هنا بقى الفرق بين recovery و discovery. recovery هنا يعني هنا زي شفاء أو تعافي، يقول لك we wish Ali a speedy recovery. speedy recovery هنا يعني الشفاء العاجل. أما كلمة discovery يعني اكتشاف، أقول لك Fleming made the discovery، يبقى Fleming هنا عمل اكتشاف of penicillin in 1928. نيجي بعد كده الimportant expressions هنا، feel great يشعر بتحسن، get better يتحسن، continue to train يواصل التدريب، since then يعني منذ ذلك الحين، remain positive يبقى ايجابي، provide great support يدعم بشكل رائع. بعد كده preposition go back to يعود الى، take care of يعتني بي، known for معروف بي، as a pharmacy يعني فين؟ في الصيدلية. خلصنا طبعا الجزء بتاع الريدنج كله. تعرف مع بعضين على اول حاجة على الجزء بتاع مين الاكسرسايز اللي كان معانا طبعا على كل الكي فوكابلر اللي احنا ايه قريناها. بالنسبة طبعا للأول كوشن معانا طبعا تشوز اهو، بيقول لي هنا في نمبر 1 ايه؟ بيقول I go to that to get some medicine، يعني انت هتروح تجيب أدوية. هنا medicine يعني أدوية، هتجيبها منين هنا؟ من البارك الحديقة ولا الفارماسي ولا الكلب ولا الدكتور؟ طبعا هي الفارماسي اللي هي ايه؟ الصيدلية. نيجي بقى نمبر 2، بيقول لك his success اللي هو النجاح بتاعه is for all people، هنا طبعا معروف وملهم لكل الناس. هل هو painful مؤلم ولا unknown غير معروف ولا inspiring هنا يعني ملهم ولا boring ممل؟ هي inspiring هنا. في نمبر 3 هنا بيقول لك he is a tennis player، he always wins the competitions، هو لعيب طبعا بروفيشنال هنا يعني لعيب ايه؟ محترف. قال لك بيفوز بكل الكومبيتيشنز اللي هي المسابقات، لان ويك هنا يعني ضعيف، ويك ونساد ساد يعني حزين، وكولد بيرد او بيرد. في نمبر 4 انا اي بروك ماي ليج، يعني هنا
انكسرت رجلي. It's really حاجة طبعا هنا، هل هي wonderful رائعة ولا painful مؤلمة ولا test لذيذة ولا colorful ملونة؟ ونيجي بقى question number 5، بيقول لك I am not feeling great today، انا مش حاسس ان انا بشعر ان انا كويس. I have a headache، صداع. gift هدية، dinner عشاء. group لا هي headache يعني ايه هنا صداع. في number 6 بيقول لك here grandma is going back، يعني ايه هنا جدتها راجعة. تو زي هنا because she has a stomach ache، عندها ألم في المعدة. يبقى مش هتروح المدرسة school ولا سبورت السنتر ولا بارك، هي هتروح مين الهوسبيتال اهو. أما في نمبر 7 بيقول لك أنور الكموني participated in international، هنا international هنا مسابقة عالمية هنا زي تورنمنت هنا، لكن كلاسس يعني هنا ايه فصول وسبجكتس مواد وفتنس اللي هو طبعا هنا اللياقة. في نمبر 8 بيقول لك after he was diagnosed، بعد ما تشخص with cancer ان عنده مرض الكانسر اللي هو السرطان. he faced a life changing هنا ايه failure فشل ولا challenge تحدي ولا اسي اسي هنا مقال وكرت محكمة. طب انا هو هيواجه هنا تحدي. في نمبر 9 بيقول لك my dad always buys the newspaper، يعني هنا بيشتري دايما الجريدة. to read the latest هنا ايه news، هيقرا اخبار اللي هي ايه الاخبار طبعا الحديثة هنا نيوز، لان جيمز يعني العاب وكلوز هنا ملابس وفرنتشر الاساس. نيجي بقى نمبر 10 بيقول لك I asked my father for، انا طلبت من بابا او سألته ان هو ايه نصيحة because I have a problem، عندي مشكلة. طب هنا هيطلب منه بلينك ولا ادفايز ولا نيوز ولا كليننج؟ لا هي ادفايز يعني ايه النصيحة. نيجي بقى الكوشن نمبر 11 بيقول لك the doctor asked me to some medicine and have some rest، الدكتور طلب مني اخد بعض الادوية واخد راحة. يبقى هنا take some medicine، take some medicine انا اخذ ايه ادوية. في نمبر 12 بيقول لك famous and successful، هنا الشهرة او ناس مشهورة وناس ناجحة، كاركتر شخصيات طبعا ناجحة. or for us هنا بيكونوا ده دايما هما inspiring، يعني ايه inspiring يعني ملهمين لينا. في نمبر 13 هنا بيقول لك she heard سمعت نيوز اخبار، so she kept crying عشان كده استمرت في البكاء and felt disappointed، وشعرت بايه هنا بالdisappointed اللي هو ايه طبعا هنا disappointed يعني هنا ايه يعني شيء محبط يعني، او شعرت طبعا بايه بالاحباط. يبقى انا طبعا هاخد مين هنا، هاخد اللي هي ايه هنا اللي هي devastating. devastating هنا يعني هنا ايه يعني سمعت ايه اخبار تحطم يعني. نيجي بقى للكوشن نمبر 14 بيقول لك we should take of our health، طبعا احنا خدناها في البروبوزيشن take care يعني هنا ايه يعتني بي يعتني ايه بي. نيجي بقى للكوشن نمبر 15 بيقول لك we need carpenter to fix the window، احنا محتاجين نجار عشان ايه يصلح البروكن ويندو يعني اللي هو الشباك المكسور. نمبر 16 بيقول لك the machine works very، طبعا هنا احنا محتاجينها adverb اللي هي ايه هنا will يعني يعمل بكفاءة او بطريقة ايه جيدة. هنا كده خلصنا طبعا الجزء بتاع اللي تشوز الموجود على ايه الفوكابلري. بعد ما خلصنا الشرح كده يا ابطال تعالوا نروح مع بعضنا على السؤال طبعا بتاع اللي تشوز اهو. نمبر 1 بيقول I cook very well I have the ability to do that، لما يقول لك طبعا have the ability هنا يعني عنده قدرة، يبقى تروح على مين كان على طول من غير اي حاجة اهو. يبقى I can cook very well I have the ability، عندي القدرة هنا. نمبر 2 هنا بيقول لي هنا you take the medicine for 10 days هنا، فطبعا انت بتنصحه هنا مش هينفع تاخد هاف لان هاف تو، وعندنا مايت هنا مش احتماليه وهاز ما تاخدش يو، هنا طبعا هي الشد اهو يو شود تيك ميديسن. نيجي بقى للكوشن نمبر 3 بيقول يو تو ريد، انا عندي هنا تو، ما ينفعش استخدم اي موديل فيرب ولا مي ولا ماست ولا كان، هي الوحيده اللي استخدمها هي هاف تو. يبقى انت لازم تقرا الانفورميشن اون ذا بودل على الازازه فيري كيرفولي. لما نيجي بقى لكويشن نمبر 4 هنا بيقول لي some people can't، دي كانت هنا طبعا بيجي بعدها الانفينيتيف على طول فعل في المصدر، يبقى sleep اهو
يبقى you can't أو some people can't sleep after taking this medicine. فنمبر 5 هنا بيقول لي هنا ايه, he can really fast. برضو كان هنا يجي بعدها ايه, هنا يجي بعدها الفعل في الانفينيتيف يبقى run. هنا he can run really fast. نيجي بقى نمبر 6. في نمبر 6 هنا بيقول لك mom isn't able. هي القاعده بتقول ايه هنا يا رجاله, able to plus infinitive يبقى able to visit home. نيجي بقى نمبر 7 بيقول لك don't worry if you, ما تقلقش لو انت. هنا طبعا هنا يو تاخد isn't, لا طبعا غلط, wasn't برضو غلط. هنا هنا able to يبقى هنا طبعا ما ينفعش تاخد can't, can't do على طول, لكن هنا مدام في able to تروح لمين, aren't able to, يعني غير قادر على ان انت تقوم بالاشياء usually do. فنمبر 8 بيقول لك students, students come, have مش هتنفع عشان بيجي معاها to, وهنا might ممكن هنا, طب وشد ممكن هنا, طب وماست ممكن, بس هنا بيقول لك اتس ا رول, لما تكون رول هنا قاعده يبقى ما ينفعش ولا مايت ولا شد هنا, ولا ينفع احتماليه ولا نصيحه, هنا ماست, ستودنتس ماست كام تو سكول اون تايم, دي قاعده مدرسيه. فنمبر 9 هنا بيقول لك يو تو, ما دام عندي هنا تو ما تجيبش اي مودل فيرب ولا كود ولا مي ولا ماست, امال تجيب مين هنا, هاف تو اللي هو ايه هنا الضرورة. بالنسبة للجزء الجرامر اللي معنا طبعا على لسن 1 ولسن 2 بيتكلم على طبعا حاجة اسمها المودل فيربس, والمودل فيربس دي اللي هي شد والنفي طبعا نيجاتيف, هنا شودنت هنا يعني يجب ولا يجب, وكان هنا اللي هي ايه يستطيع, وكانت ودي قدرة, وهنا ماي ومايت دي ربما اللي هي طبعا ايه احتمالية, ومست ومصنت هنا يجب ولا يجب للضرورة. طب انا لو عايز اقدم هنا نصيحة for advice انا هستخدم should او shouldn't, زي لما اقول لك ايه هنا we use should to say مثلا something is good idea, فاقول لك هنا طبعا should و shouldn't يجي وراهم هنا الانفينيتيف اللي هو الفعل فين في المصدر هنا, فاقول لك you should take the medicine, انا بنصحك هنا ان انت لازم تاخد الدواء, يبقى بعد should و shouldn't جاب هنا ايه انفينيتيف اهو فعل في المصدر بغير اي اضافات. هنا you shouldn't eat anything, انت لا يجب ان تأكل اي شيء او اي شيء one hour before taking the medicine, قبل ما تاخد ايه الدواء. يعني احنا بنستخدم طبعا هنا should و shouldn't for a advice. طب هنا shouldn't دي تاخد بالك منها طبعا هنا اللي هو الاختصار بتاعها هو الابوستروفي تي هنا should not. لما نيجي نستخدم بقى الابيلتي اللي هي القدرة هنا, فبنستخدم كان والنيجاتيف منها ايه كانت, وكان وكانت دول هنا بيساوي هنا ايه am او is او are able to. يعني انا ممكن اشوي اشيل am او is او are able to هنا واحط مكانها كان او كانت, تمام كده. طب وفي الباست هنا الماضي من كان كود, طب والنيجاتيف منها كودنت, يبقى نجيب الماضي هنا من ام واز اللي هو واز او وير بلس ايبل تو بلس انفينيتيف, ودي هنا قدره في الماضي. هنا لما تكون بقى قدره هنا في المستقبل هنا فتبقى ويل او وونت بي ايبل تو بلس انفينيتيف, ودي قدره فين في المستقبل. يبقى انا عندي هنا لو قدره في الوقت الحاضر في المضارع بستخدم كان او كانت, والبديل بتاعها ام او از او ار ايبل تو بلس انفينيتيف. طيب لو استخدم قدرة في الماضي هقول could او couldn't, والماضي منها او البديل هنا sorry was او were plus able to plus infinitive. لما يكون عنده قدرة في المستقبل بستخدم will او won't be able to plus infinitive. فهنا طبعا هنا لما اقول هنا هو كان وكانت هم بيساوي مين هنا am او is او are able to. طيب وهنا could او couldn't هو بيساوي مين هنا was او were able to, وهم الاثنين بيجي بعدهم الانفينيتيف فعل فين في المصدر, ولما تكون مستقبل اهو will be able to هنا ويجي بعدها فعل فين في المصدر. فاقول هنا طبعا هنا ايه I can cook دي قدرة اهو, اوكي ممكن اشيل can دي اوكي واحط مكانها I am able to cook, I am able to cook. طيب I can't swim ما اقدرش اسبح, ممكن اشيل can't دي واحط I am not able to swim. طيب هنا قدرة هنا اللي هي ايه كود هنا في الماضي, ممكن اشيل كود واحط مكانها was able to play, she was able to play tennis when she was 15 كان عندها 15 سنة. at the pharmacy she will be able, will be able to دي طبعا قدرة فين في المستقبل. اوكي عندنا بعد كده الخطوة اللي بعد كده على طول هي طبعا استخدامات must و mustn't, must و ايه و mustn't for obligation اللي هو ايه الالزام, obligation اللي هو ايه الالزام.
فيستخدم لك must و mustn't هنا تساوي have to و has to. فأقول لك هنا بعد must و mustn't تيجي الانفينيتيف في الفعل فين؟ في المصدر. فأقول لك you must study hard، انت لازم تذاكر بجد. هنا you mustn't، هنا you mustn't stay up late، ما تسهرش ايه حتى وقت ايه متأخر. استخدامات هنا برضو، هنا have to و has to للضرورة، اوكي، والنيجاتيف منهم don't او doesn't have to plus infinitive. فاقول هنا طبعا ايه you have to read the information، لازم تقرا هنا ايه اللي هنا ايه الاخبار او المعلومات، يبقى have to يجي بعدها infinitive. هنا لما يكون في possibility احتماليه هنا فبنستخدم may او might، والنيجاتيف منهم not. فاقول هنا ايه طبعا may و might تيجي بعدهم الفعل في المصدر. فاقول لك هنا ايه some people may feel، ربما بعض الناس تشعر thirst بالعطش after taking the medicine. او هنا مثلا you might need، انت ربما تحتاج هنا، يبقى بعد may و might هنا يجي بعدهم الفعل فين في المصدر. ده كل حاجة طبعا عن ايه المودل فيربس اللي هي ايه معانا. question number 10 هنا بيقول لي he cook but he can wash the dishes. طبعا انا عندي هنا يقدر وما يقدرش، دي قدرة اهي، كان يقدر يغسل الاطباق لكن هو ما يقدرش طبعا هنا ايه يطبخ، فنقول he can't cook. نيجي بقى بال question number 11 بيقول لي you study hard to pass the exam. طبعا هنا ده نصيحة، هنا فاهم ينصحه بيقول له يجب ان انت تذاكر بجد، يبقى هنا should study hard. نيجي بقى للكوشن نمبر 12 بيقول لي يو يوز يور موبايل فون. دي قاعده طبعا، انت ما تقدرش تستخدم التليفون بتاعك في الكلاس روم، طبعا مش ينفع استخدم ماست ولا مي ولا شود، هي طبعا عدم قدره هنا اللي هي ايه كانت. نيجي بقى للكوشن نمبر كام هنا، نمبر 13 بيقول لي بيبل ووك اون ذا جراس. بيبل ووك اون ذا جراس هنا يعني هنا طبعا الناس ما تقدرش او المفروض ما يمشوش على العشب، يبقى هنا مصنت، ده هنا طبعا ايه هنا منع وحظر. لما تروح بقى لكوشن نمبر 14 بيقول لك she climbed the tree when she was a child. هنا طبعا دي قدرة في الماضي، وقدرت ان هي تتسلق الشجرة وهي طفلة، تروح لمين هنا على طول؟ could climb. could ايه climb، قدرة في الماضي. نمبر 15 هنا بيقول لك he visits his grandparents. هنا طبعا يقدر يزور اجداده but I am not sure. هنا طبعا لو انت بصيت هنا تلاقي كلمة I'm not sure هنا، دي هنا مش متأكد، فتروح على طول على might هنا ايه probability يعني احتمالية. نمبر 16 بيقول لك I see a doctor I have a terrible pain. هنا عنده ألم مزعج جدا، فطبعا لازم يشوف الدكتور هنا، فدي طبعا هنا must، I must see a doctor. نمبر 17 هنا بيقول لك we should more trees to help the environment. هنا طبعا بعد should و should انت لازم يجي infinitive اللي هو الفعل في المصدر، يبقى we should plant more trees to help the environment. تعالوا نروح مع بعضين للسؤال اللي بعد كده، طبعا complete the sentence. of number 1 بيقول لي you shouldn't take medicine. ازاي انت هنا ما تاخدش الدواء؟ طبعا shouldn't دي تبقى هنا ايه، تبقى should take اهي. في نمبر 2 هنا بيقول لك the doctor may give. احنا قلنا كل المودل فيربس بيجي بعدهم الفعل في المصدر، فما ينفعش give اللي امال تبقى هنا ايه give. طب في نمبر 3 بيقول لك the nurse can explain. طبعا برضو هنا كل المودل فيربس يجي بعدهم مين؟ infinitive، يبقى explain بس مش explains. في نمبر 4 هنا بيقول لك you mustn't get. طبعا هنا ما ينفعش نقول you mustn't get lots of rest، هنا طبعا must هنا يجب ان تاخذ ايه كثير من ايه الريست الراحه. نمبر 5 هنا بيقول لك you shouldn't trying. احنا قلنا كل المودل فيربس بيجي بعدهم الفعل في المصدر، يبقى trying. نمبر 6 بيقول لك it must rain tomorrow I am not sure. ما دام هنا قال لك I am not sure هنا انا مش متاكد، يبقى مفيش ولا must ولا mustn't ولا الكلام ده كله، امال ايه هنا اللي هي might هنا. نمبر 7 هنا بيقول له you shouldn't spend. طبعا لا احنا عايزينها infinitive، يبقى spend اللي هو ايه يصرف او يقضي هنا. لما اقول لك you shouldn't spend all your free time يعني ما تقضيش وقتك كله الفاضي الفراغ بتلعب فيديو جيمز. نمبر 8 هنا نادر كان spoken. طبعا هنا بعد كان ما يجيش spoken، يجي مين هنا؟ speak okay English and French. نيجي بعد كده في question number 9 بيقول لك I can't play tennis when I was 4. طبعا ما ينفعش هنا was 4 تقول I can't، امال تخليها هنا ايه couldn't. couldn't اللي هي قدرة فين هنا؟ في الماضي، يبقى هنا couldn't
يعني ما قدرش هنا يلعب تنس لما كان عنده 4 سنوات. تجيب الماضي من كاونت. نمبر 10 هنا بيقول لك يو شودنت دو اكسرسايز، يعني ايه ما تعملش تمرينات هنا؟ طبعا هي مش شودنت هنا، المفروض يو شود دو اكسرسايز تو ستي هيلثي، اتس ماي ادفايز. يبقى هنا شود على طول. وإف نمبر 11 بيقول لي هنا يو ماست listening، طبعا ما ينفعش نقول ماست listening، امال ايه هنا؟ لازم يجي بعدها infinitive اللي هو listen، يبقى ماست listen. 12 هنا بيقول لي يو هاف تو wearing، برضه هنا يجي بعدها infinitive، يبقى هنا تقول له هنا ايه؟ wear. فنمبر 60 هنا بيقول لك she is able read، ما ينفعش able read على طول، لازم able to read اهو. وكويشن نمبر 14 بيقول لك هي از ايبل درايف، برضه زيها بالظبط ايبل تو درايف. اوكي بعد كده في كويشن نمبر 15 بيقول لك اي ايبل تو كوميونيكيت ويز ذا بيبل يوزنج سان لانجويج، طبعا ده كود اهو، وعشان تستخدم ايبل تو لازم كلها تبقى ام ايه هنا ايبل تو، يبقى ام ايبل تو هنا ايه كوميونيكيت. اخر واحدة طبعا في كشان اهو نمبر 16 بيقول لك they are able، ما ينفعش able على طول، لازم هنا ايه to learn، to learn يعني هنا ايه اتعلم. اوكي كده خلصنا طبعا الجزء بتاعي الكمبليت اهو، وبعد كده يتبقى معي طبعا اللي هو الجزء بتاع اللي هو ايه الاكسرسايز على lesson 1 و 2. واول سؤال طبعا معانا المحادثة اهو بيقول لي هنا ايه وفيق is buying medicine from pharmacy، بيشتري دواء منين؟ من الصيدلية. وفيق هنا بيقول له do you have this medicine please، فطبعا هيقول رد عليه هنا الفارماسيست طبعا بأيوة او لا، هيسأله هنا سؤال وفيق هيقول له you should take it after lunch، تاخده بعد الغداء طبعا. يبقى هنا طبعا لقاه ولا ما لقاهوش؟ كده هنا لقاه، هيقول له هنا yes I do، yes I do يعني نعم ايوة عندنا. فطبعا هنا هيقول له هنا you should take it after lunch يعني تاخده بعد غدا، يبقى يقول له هنا when should I، when should I يعني متى I take it يعني امتى اخده، ما امتى يجب ان اخده. قال له does it have any side effects، هل هو ليه اعراض جانبية؟ فطبعا رد عليه هنا الفارماسيست وقال له حاجة، قال له you might get a stomach، ممكن يجي لك طبعا استومك اك يعني الم في المعده from this medicine، يبقى هيقول له طبعا هنا ايه yes it does او sure yes it does yes it does او هنا ايه sure. وهنا سأله سؤال قال له it's 40 pounds ب 40 جنيه، يبقى هيقول له how much، how much هنا ايه كم السعر، how much is it easy it يعني بكام. كده خلصنا السؤال ده، نروح مع بعضينا على الجزء اللي بعد كده طبعا اللي هو ايه هنا اللي هو دي طبعا القطع. هنا بعد القطع على طول هتلاقي في سؤال اللي هو السؤال بتاع التشوز، هتلاقي سؤال التشوز ده جاي من كل الحاجات اللي قلناها ورا دلوقتي، يقول لك اي فيل هوت اشعر طبعا بالحر، اي ثينك اي اف ا اعتقد ان انا عندي هنا ايه افيفر اهو، فيفر يعني حمى. في نمبر 2 هنا بيقول لك وي باي ميديسين فروم، يعني اشتري الدواء منين؟ فارماسي، فارماسي يعني ايه صيدليه. في نمبر 3 بيقول لك هي هاد سيريز، عنده سيريز ايه هنا؟ سو زي توك هيم تو ذا هوسبيتال، خدوه للمستشفى يبقى عنده انجري اصابه. نمبر 4 هنا بيقول لك يو بلاي اون ذا رود اتس ا دينجرس بليس فور بلاينج، فطبعا انت بتمنعه هنا اللي هي مصنت بلاي، ما تلعبش على الطريق. نمبر 5 بيقول لك اي سولف ذا ماس بروبلم اتس فيري ايزي، طبعا يقدر يحل اي مساله ماس لان دي سهله، يقول لك اي كان، اي كان قدره هنا. نمبر 6 يو ويل بي، قلت لك ما دام في بي يبقى ايبل تو هنا، ويل بي ايبل تو بلس انفينيتيف وي ويل بي ايبل تو فلاي. بعد كده السؤال بتاع الكومبليت اهو برده جاي من الكلام اللي احنا خدناه، امبير هاز جوت استومك ايك، عنده الم في المعده، شي هنا مالها should eat this sweets، يبقى هنا should تبقى هنا shouldn't، shouldn't eat. نمبر 2 هنا بيقول لك you can takes، احنا قلنا طبعا نشيل الاس دي يبقى you can take على طول. نمبر 3 بيقول لك she looked for her glasses، بتدور او دورت على النظاره بتاعتها everywhere but she finds them، مستر طب هي كانت ايه المشكله هنا؟ لو انت رحت للجمله هنا هتلاقي looked for، بحثت عن، يبقى الجمله كلها في الماضي، يبقى تجيب الماضي من كانت هنا اللي هي couldn't،
couldn't find. Number four يقول لك I must doing. طبعا احنا قلنا بعد must لازم يجي infinitive يبقى must do، يبقى I must do more exercise. طبعا دي كل حاجة كانت موجودة معانا على lesson 1 و 2. ان شاء الله طبعا في الفيديو الجاي هنشرح مع بعضينا ايه اللي هي ايه الدروس الجاية عشان نخلص طبعا ايه اللي هو المنهج مع بعضينا، ويبقى بقينا كده دي اخر يونت معانا بإذن الله. اتمنى ان احنا نكون استفدنا من الفيديو. ثانك يو، جود باي.